الدرس ده بعنوان ديستريبيوتيفز اللي هي ادوات التجزئه او ادوات التوزيع، وهتبقى فيه كل النقاط الهامه والمتوقعه والملحوظات الهامه جدا المتوقعه في امتحان الثانويه العامه ان شاء الله باذن الله من البدايه وحتى النهايه كاملا. نبدا نقول لحضرتك ان الدرس ده هو عبارة عن عدد الكلمات اللي قدامك دي، يعني الدرس ده عايز يقول لك ازاي تقدر تستخدم الكلمات اللي قدامك دي بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية. طب هل الكلمات اللي قدامنا دي كلمات مفردة يعني لوحدها كده كل كلمة لوحدها في اللغة وخلاص؟ لا حضرتك، هم اتحطوا تحت عنوان اسمه صفات التجزئة زي ما هو مكتوب كده، أو أدوات التوزيع زي ما هو مكتوب كده، أو حتى بالإنجليزي الديستريبيوتيفز، انهم عبارة عن كلمات احنا بنستخدمهم عشان نقدر نقسم الكمية او العدد بيهم. في كلمات معناها كل، في كلمات معناها اثنين فقط او اثنان فقط، في كلمات معناها واحد فقط، في كلمات معناها لا يوجد حتى واحد فقط، لا يوجد شيء تماما. فهنشوف الكلمات دي ماشية ازاي وهنبدأ نمشي عليها كده بالترتيب ونشوف حالات استخدام كل كلمة من الكلمات اللي قدامنا، اذا كانت all اللي معناها كل، أو half اللي معناها نصف، أو both اللي معناها اثنين فقط، أو each اللي معناها كل واحد، أو every اللي معناها كل واحد، أو either أو either حسب النطق ما فيش مشاكل اللي معناها سواء أو أي، أو neither أو neither اللي معناها لا يوجد ما فيش. هنشوف الكلمات دي ماشية ازاي، بس خطأ قاتل بنعمله ان احنا نحاول نقول لك تعال علشان نشوف الكلمات ماشيه ازاي، ونبدا بقى نقول لك طب بص all بيحصل فيها كذا، half بيحصل فيها كذا، both بيحصل فيها كذا. خطا قاتل جدا. ليه حضرتك؟ علشان سيادتك الكلمات اللي احنا قلنا عليها دي يا اما بتشتغل في الانجليزي مع الناون تمام اللي هو الاسم، او يا اما تشتغل مع الفيرب اللي هو حضرتك الفعل. يعني سيادتك تقدر تشغل الكلمات اللي احنا قلناها مع الاسم او مع الفعل، فلازم حضرتك تكون عارف كويس قوي الناون عندنا او الاسماء عندنا منقسمة لايه تمام، وكمان الافعال عندنا منقسمة لايه. ازاي هتستخدم صفات التجزئة وصفات التوزيع وانت ما تعرفش انواع الاسماء اللي بتشتغل معاهم؟ يعني كمثال مثلا بسيط، انا جيت قلت لحضرتك each اللي هي معناها كل واحد من، طب each دي تخليك تقول مثلا each students تمام وتبقى كلمة جمع، ولا each student وتكون كلمة singular أو مفرد؟ إنهي اللي صح، each تشتغل مع students الجمع ولا تشتغل مع student المفرد؟ لازم حضرتك تكون عارف أنواع الأسماء علشان تقدر تستخدم صفات التجزئة أو التوزيع. يبقى ما ينفعش إن احنا نيجي نقول لك أو نعمل زي ما كل الناس عملت ونيجي نقول لك تعالى يلا علشان نقول لك صفات التجزئة بتعمل فيها إيه. طب حضرتك لازم الأول تعرف كده. فجينا قلنا لسيادتك الآتي الناون او الاسم، هنخلينا ماشيين كده بشكل بسيط ونقول لك ان احنا في عندنا الاسم المفرد. الاسم المفرد هو حضرتك اي اسم في الانجليزي بيدل على العدد 1 او اللي هو العدد واحد، زي مثلا لما انت تيجي تقول كار سيارة واحدة فقط، بوك كتاب واحد فقط، مان رجل واحدا فقط، ستريت شارع واحد فقط، بول كرة واحدة فقط. ان سيادتك طبعا ما تحطش في اي اسم من دول الاس خالص. ممكن تلاقي الاسم المفرد ده غير معدود او يكون اسمه غير معدود مفرد. طب الغير معدود المفرد ده زي ايه؟ زي مثلا كلمة اسمها ماني النقود، معناها بالعربي جمع بس هي كلمة في الانجليزي مفرد تمام. كلمة مثلا عندك زي information اللي هي المعلومات، دي كلمة بالعربي جمع بس هي في الإنجليزي مفرد. كلمة زي نيوز اللي هي الأخبار، كلمة بالعربي بالمعنى جمع بس هي في الإنجليزي كلمة مفرد تمام. مثلا غير كده عندنا مثلا كلمة زي كاش اللي هي معناها النقود برضو أو الفلوس. فخد بالك إن الاسم المفرد ممكن يكون، الاسم المفرد ممكن يكون اسم مفرد عادي خالص أهو زي أي مفرد كنا بنستخدمه قبل كده في حياتنا يدل على رقم واحد، أو غير معدود مفرد. غير معدود مفرد الطالب بقى بتقابله مشاكل في الاسم الغير معدود مفرد ده ليه؟ نقول لحضرتك ليه، علشان لو انت رحت للأسماء الغير معدود المفرد اللي بالمنظر ده أو اللي هي بالطريقة دي، فإحنا عاملين قاموس لذيذ قوي بسيط يخليك دايما تبقى فاكر الكلمات الغير معدود المفرد تمام، الغير معدود المفرد. فده قاموس الأسماء الغير معدود المفرد. ممكن مثلا تلاقيها عبارة عن السوائل كلها. يعني إيه السوائل كلها؟
water المياه، دي كلمة غير معدود مفرد. كلمة مثلا زي coffee القهوة غير معدود مفرد. كلمة مثلا زي juice العصير غير معدود مفرد. احنا خدنا مثلا أمثلة. عندك كمان المواد الغذائية أو زي ما بنقول كده الغلال الغذائية، زي bread الخبز المعمول من القمح، sugar السكر، تمام، كريم اللي هي القشطة أو القشدة أو الكريمة، تمام، كيك اللي هو الكيك، برضو دي أمثلة. عند حضرتك مثلا اللغات، كل اللغات اللي بيتحدثها الناس هي كلمات غير معدود مفرد. انجليش، تمام، غير معدود مفرد. عربك، غير معدود مفرد. ايطاليان، اللغة الإيطالية، وهكذا. ننزل تحت كده نشوف أمثال الكلمات الغير معدود المفرد، كلمات بتنتهي بالاس بس هي كلمات مفرد، وخد بالك من الخانة دي قوي. أثليتكس الألعاب الرياضية، بوليتكس علم السياسة، كلاسيكس اللي هي اللغات القديمة اللي ما عادش حد بيتكلمها خلاص لأنها كانت قديمة جدا، زي مثلا هيروغليفية بتاعت لغة الفراعنة أو اليونانية القديمة كده يعني. ستاتكس اللي هي الإحصائيات، أو إيثكس اللي هي الأخلاق أو القيم بتاعت المجتمع أو الأخلاق الحميدة الكويسة في المجتمع. عندنا الوجبات الغذائية، تقريبا الأربع أو الثلاث وجبات الغذائية اللي على مدار اليوم، بريكفاست الإفطار، لانش الغداء، دينر أو سابر اللي هما معناهم العشاء. عندنا الغازات كلها، أكسجين مثلا دي كلمة مفرد، هيدروجين اللي هو الهيدروجين، أو حتى كربون دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون، لأن ثاني أكسيد الكربون اسمه كده جوه الإنجليش كربون دايوكسيد. نكمل كده ونقول لك في كلمات معنوية ليها معنى جيد أو ليها معنى كويس، زي مثلا honesty الأمانة أو الإخلاص، عندنا برايد الفخر والاعتزاز، عندنا بيس السلام، عندنا جاستس العدالة، عندنا مثلا كاريج الشجاعة، عندنا كمان مثلا بروسبيريتي التقدم والازدهار والحضارة. عندنا كلمات كمان ليها معنى سيء وبرضه بتفضل كلمات مفرد، رابتش القمامة أو الزبالة، دامج كلمة من المنهج عندك معناها الدمار، وور الحرب كلمة غير معدود مفرد، تمام، لافتر الضحك أو الضحك يعني زي بنقول وخفة الدم. في كمان عندنا غير كده المواد الدراسية أو كل أشكال المواد الدراسية، بيولوجي الأحياء، جيوغرافي الجغرافيا، هيستوري التاريخ، ماس الرياضيات، كل المواد الدراسية مفرد. أخيرا بقى في عندنا كلمات مهمة أوي أوي جدا، زي مثلا work اللي هو العمل، كلمة دي مفرد، تمام، كلمة زي music الموسيقى، كلمة زي light الضوء، كلمة زي money النقود، كلمة زي news الأخبار، information المعلومات. عندنا كمان كلمة زي clothing اللي هو القماش مش الملابس، clothing القماش مش الملابس. وعندنا مثلا rain الأمطار، عندنا مثلا سنو الجليد، وهكذا بالمنظر اللي قدام حضرتك ده او قدام سيادتك بالمنظر ده كده. دي كلها كلمات غير معدود مفرد، يعني حضرتك كلها كلمات لما تيجي تتكلم تقعد في المكان اللي هنا ده وتزود بقى مثلا زي ما قلنا كده لافتر الضحك، وور الحرب، بيس السلام، عندنا مثلا زي ما قلنا جاستس العدالة، و إلى آخره. فالاسم المفرد ممكن يكون مفرد فقط عادي خالص، او يكون غير معدود مفرد بالمنظر اللي قدامك ده او بالطريقة اللي قدامك دي. طب هل ده الاسم فقط؟ لا طبعا، احنا عندنا ممكن كمان الاسم غير كده يكون كمثال اسم جمع او الاسم الجمع. والاسم الجمع عندنا في الانجليزي هي الكلمات اللي تكون اكتر من رقم 2 او اكتر من رقم 1 و2، تمام، يعني مثلا عندنا cars السيارات، تمام، عندنا مثلا houses المباني، عندنا مثلا gardens الحدائق. وكمان خلي بالك عندنا ممكن كمان الجمع، او ممكن يكون الجمع بيتحط فيه مش اس، ممكن يتحط فيه اي اس، يعني watch لو هي اسم معناها ساعة الايد، فانت عشان تجمعها watches بقت كده جمع. عندنا مثلا match اللي هي مباراة او ماتش يعني، فماتشز مباريات. وممكن يكون الاسم الجمع اسم جمع شاذ، زي مثلا children دي حضرتك الجمع بتاع child. عندنا مثلا كلمة زي feet الجمع بتاع foot اللي هي الأقدام. عندنا مثلا غير كده جمع زي، أو يعني جمع مثلا زي oxen اللي هو الثيران، تمام، جمع اوكس اللي هو الطور،
وعندنا مثلا كلمة زي teeth اللي هي الأسنان، اللي هي جمع tooth سنة واحدة، وهكذا من الجموع الشاذة. فالاسم الجمع هو اللي بيكون أكتر من اتنين، أكتر من اتنين، يبدأ من أول تلاتة وأربعة وخمسة وستة كده يعني بالمنظر ده، وأنت طالع بقى. وممكن يبقى الاسم اللي اتحط فيه اس أو اللي اتحط فيه اي اس مثلا، أو يكون جمع شاذ بالمنظر اللي عندنا زي ما هو مكتوب كده بالطريقة دي. فأنت ما بين الاسم الجمع والاسم المفرد بتشتغل بالمنظر ده أو بالطريقة دي. يعني الاسم عندنا حضرتك ليه نوعين، ممكن الاسم ده يكون اسم مفرد تمام، وممكن يكون الاسم ده اسم جمع بالمنظر ده او بالطريقة اللي عند سيادتك قدامك كده. ممكن يبقى اسم مفرد وممكن يكون اسم جمع، ده بالنسبة للاسماء. طب خلاص يعني احنا هناخد بالنا تمام، وممكن كمان نساعدك اكتر بان احنا نعمل قاموس تاني كده صغير للاسماء الجمع اللي بالمنظر اللي قدام حضرتك ده كده. طب ده قاموس الاسماء الجمع ازاي؟ دي كلمات بتدل على مثلا اشخاص، كابل اللي هي زوج من الناس، بوليس الشرطة على فكرة دي كلمة جمع، يوث الشباب دي كلمة جمع، بيرنتس الأب والأم دي كلمة جمع، ده مش الأب بس أو الأم بس، أو أي صفة تحطها مع أداة المعرفة ذا. يعني أنا مثلا جيت قلت لحضرتك ذا بور تمام، يبقى أنا كده قصدي الفقراء جميعا، ذا يونج يبقى أنا قصدي صغار السن جميعا، the old كبار السن جميعا، the disabled اللي هم المعاقين جميعا بالمنظر ده، لما تحط صفة مع أداة المعرفة ذا. في كلمات كمان بتدل على الأشياء، منهم مثلا glasses اللي هي النظارة، مع إنها معناها مفرد ولكنها في الإنجليزي جمع. كلمة مثلا زي clothes الملابس، كلمة مثلا زي shorts اللي هو الشورت، كلمة مثلا زي jeans اللي هو البنطلون الجينز، أو كلمات برضو مشهورة جدا زي كاتل اللي هي الماشية أو الأغنام، أرمز اللي هي الأسلحة، مينز اللي هي وسائل الإعلام، ريمينز اللي هي بقايا المباني أو بقايا الطعام والأكل، سراوندينجز اللي معناها البيئة، وهكذا بالمنظر ده. فإحنا ما بين الأسماء برضو المفرد والأسماء الجمع شغالين بالمنظر ده كده أو بالطريقة دي كده. فنرجع نقول لسيادتك تاني ان ممكن اي نون او اي اسم في اللغة الانجليزية تلاقيه مفرد بالمنظر ده او تلاقيه جمع بالمنظر ده، سواء مفرد او جمع احنا شغالين على النوعين دول، ما عندناش الا النوعين اللي قدامنا دول. كمثال مثلا على المفرد ممكن مثلا بوي، ده كده اسم مفرد ولد واحد فقط، او من الكلمات الغير معدود مفرد اللي احنا قلناها زي مثلا ethics اللي هي الـ الاخلاق او القيم بالمنظر ده او بالطريقه دي. لكن الجمع معروف شكله ومعروف صيغه، زي مثلا people الناس دي كلمه جمع طبعا، زي مثلا لما تيجي حضرتك تقول girls البنات كده برضو بقت كلمه جمع خلاص، وهكذا بالمنظر اللي احنا شغالين فيه ما بين المفرد وما بين الجمع. طب الاسماء دي يا جماعه محتاجه الافعال عشان تشتغل معاها، فاكيد النون محتاج الفيرب معه، او اكيد الاسم محتاج الفعل معه. لازم بقى تاخد بالك ان الفعل بيطابق النوع بتاعه، يعني بنقول كده يطابق النوع. يعني ايه يطابق النوع؟ يعني حضرتك لو الاسم المفرد يبقى لازم الفعل يكون زيه، لو الاسم جمع يبقى برضه لازم الفعل يكون زيه. فالاسم هو اللي بيحدد نفسه الاول، الاسم هو اللي بيحدد نفسه الاول المفرد او الجمع، وبعد كده يحدد الفعل بتاعه او يحدد استخدامك للفعل بتاعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عايز مثلا الاسم المفرد يجي معاه، او انا محتاج الاسم المفرد يكون معاه فعل، فالفعل اللي بيكون معاه ممكن يكون is، ممكن يكون was، ممكن يكون has، ممكن يكون does. دول اللي دايما بنقول عليهم تقريبا يعني الافعال المفرد، is او was او has او does. يعني لو هتقول مثلا كلمة زي boy يبقى لازم تقول boy is الولد يكون، boy was الولد كان، boy has الولد يمتلك، بالمنظر ده او بالطريقة دي. لكن لو انت هتتكلم على الاسماء الجمع فانت بتستخدم are مش is، وبتستخدم where مش was، وبتستخدم have مش has، وبتستخدم do مش does، بالمنظر ده او بالطريقة دي، علشان كده يبقى الفعل بيطابق فعلا الاسم بتاعه، او يعني بالبلدي بيساويه وبيشبهه. فبمعنى ايه او ازاي يعني قصدك ايه؟ انا مثلا جيت قلت لك اهو في المثال اللي مكتوب ده كده the people تمام، وقلت لك is ولا are
هابي، الناس بتكون سعداء. حضرتك عشان الاسم ده اسم جمع في الانجليزي، فانت هتستخدم الفعل اللي يبقى زيه تقريبا جمع في اللغة الانجليزية بالمنظر ده او بالطريقة دي. كده ما ينفعش طبعا تقول the people is خالص بالطريقة دي او بالمنظر اللي قدام حضرتك ده. مثلا كمثال تاني، the money تمام was ولا were بالمنظر ده كده lost، الفلوس او النقود ضاعت. ف money غير معدود مفرد من الكلمات المفرد لانها غير معدود، يبقى حضرتك معوز او هتبقى شغاله فعلا بالمنظر ده معوز علشان هي كلمه مفرد او غير معدود مفرد. The money was lost، النقود فقدت او ضاعت. ما ينفعش طبعا تقول وير خالص بالمنظر اللي قدامك ده كده او بالطريقه اللي قدامك دي كده. ليه احنا بنقول لك الكلام ده؟ علشان برضو تاني احنا حاولنا نوضحه لك في الجزء ده، او في الفرق ما بين الاسم المفرد والاسم الجمع. الاسم المفرد الافعال بتاعته is او was او has او does او اي فعل تحط فيه s، والنفي بتاعهم ما تنساش ان ممكن يكونوا جايين في شكل النفي، يعني isn't or wasn't. لكن الافعال الجمع are او were او have او do او الفعل اللي ما فيهوش اس فعل مصدر، او برضو كمان النفي بتاعهم بالمنظر ده. بص، the boys are happy، الاولاد بيكونوا سعداء عشان الكلمة جمع فالفعل جمع. the boy is happy، الولد بيكون سعيد عشان الاسم مفرد فالفعل مفرد، وهكذا بالمنظر ده. طب مستر انت بتقول لنا الفرق ده ليه؟ وليه انت يا مستر بدأت بان انت تعرفنا الاسماء المفرد والجمع والافعال اللي بتيجي معاها وما رضيتش تدينا الدرس على طول؟ علشان احنا دلوقتي هنيجي مثلا نقول لك كده كمثال، كمثال مثلا طبعا احنا لسه ما بدأناش نشرح صفات التجزئة، ولا كنا نقدر نعرف نشرحها لسيادتك الا لما تكون بقيت في الجزء ده كويس، عارف ازاي وانت في ثالثة ثانوي تربط الاسم بالفعل بتاعه، الاسم بالفعل بتاعه. انا مثلا جيت قلت لك neither of نقط تمام، نقط تانية بالمنظر ده كده ماشي، وقلت لك مثلا here. طب هتقول neither of people is تمام، ولا هتقول neither of people are بالمنظر ده او بالطريقة دي؟ هتجيب حضرتك الاسم جمع ومعاه الفعل المفرد، ولا الاسم الجمع ومعاه الفعل الجمع، ولا هتختار ايه؟ في ناس تقول لك لا people is، طب هنا في ناس تقول لك لا people are. فبقيت حضرتك وانت بتشتغل او بتختار محتاج تعرف الاسم نوعه ايه والفعل نوعه ايه. الاسم نوعه ايه؟ ها قول كده تمام مفرد وجمع. والفعل نوعه ايه؟ تمام مفرد وجمع. او مثلا اجي اقول لك نقط في الاول بالمنظر ده، واجي اقول لحضرتك money is تمام here. ممكن حضرتك تستخدم both ولا تستخدم all، ولا مثلا حضرتك كمثال يعني ممكن مثلا تقول every. هتختار ايه من هنا؟ والله يا مستر في هنا money اللي هي تعتبر كلمة غير معدود مفرد، هل both ينفع تيجي مع الغير معدود المفرد؟ هل all ينفع تيجي مع الغير معدود المفرد؟ طب every ينفع تيجي مع المفرد؟ ما احنا عايزين نعرف. مش هينفع حضرتك تدخل جوه درس صفات التجزئة وتعاند نفسك الا لما تكون عرفت انواع الاسم ايه، وعرفت انواع الفعل اللي بيجي معاه ايه، سواء الاسم المفرد والجمع او الفعل المفرد والجمع. تاني، الفعل المفرد هو حضرتك is او was او has او does او النفي بتاعهم، لكن الفعل الجمع هو سيادتك are او where، العكس بقى منهم، او have لا مش has، او do لا مش does، بالمنظر اللي قدامك ده، عشان ساعات هنبقى محتاجين نعرف الفعل عامل ازاي. طب نبدا بقى نقول لك طب خلاص تمام كده، وقلنا لك خلاص اهو الجدول ده، الافعال الجمع هتبقى ماشيه بالمنظر ده، والافعال المفرد هتبقى ماشيه بالمنظر ده مع الاسماء الجمع والاسماء المفرد. تمام، نروح بقى حضرتك لصفات التجزئه، ونيجي نقول لسيادتك احنا هنستخدمهم ازاي او هنقولهم ازاي. all اللي هي اول صفه تجزئه عندنا او اول كلمه، all دي كلمة معناها الكل أو جميع، أكتر من ثلاثة. لما يبقى بتتكلم حضرتك على أكتر من ثلاثة وأنت طالع، مش واحد ومش اتنين، أكتر من ثلاثة وأنت طالع، يعني مثلا فصل فيه 50 طالب، هتتكلم من أول ثلاثة وأربعة وسبعة وعشرة وتلاتين وخمسين، يبقى all. اتنين ما ينفعش ولا واحد ما ينفعش، ف all
اللي معناها كل أو جميع بتيجي لأكتر من ثلاثة، فنعتبرها إنها كلمة للجمع يعني. ممكن حضرتك all تجيب معاها اسم مفرد فيفضل الفعل مفرد زيه، أو الاسم يكون جمع فيفضل الفعل جمع زيه. اسم مفرد فممكن يكون الاسم جمع زيه، اسم مفرد فيكون الفعل مفرد زيه، أو اسم جمع فيكون الفعل جمع زيه. يعني نقدر نقول إن هما لازم هنا يحصل التطابق اللي احنا بنقول عليه كل مرة، لازم الاسم يبقى بنفس النوع والفعل بنفس النوع زيه. بس في هنا نقطة مهمة، الاسم المفرد اللي احنا كنا عايزينه من سيادتك هنا معقول مش الاسم المفرد العادي، ده احنا عايزين الاسم المفرد الغير معدود، يعني تقريبا اللي احنا كنا بننبه حضرتك عليه بالمنظر اللي قدام سيادتك ده كده من الأمثلة اللي احنا حاطينها قدامك دي. يعني ممكن أقول مثلا كمثال all cake، ماشي. ممكن أجي مثلا أقول all milk، مفيش مشاكل. ممكن أجي أقول all French، مفيش مشاكل. all water، مفيش مشاكل بالمنظر ده أو بالطريقة دي. فإحنا عايزين all يبقى معاها الاسم المفرد غير معدود، لأن مثلا طب ما أنا أقول لك على حاجة، كلمة زي man ما هي دي مفرد، كلمة مثلا زي book ما دي كلمة مفرد كتاب واحد، كلمة مثلا زي car ما دي مفرد. هتيجي تقول all man، لا حضرتك الكلام ده غلط. هتيجي تقول all book، لا حضرتك الكلام ده غلط. ليه؟ ما انت قلت ان قول يجي معاها الاسم المفرد، حضرتك المفرد الغير معدود مش المفرد المعدود، او الاسم جمع والفعل الجمع ما فيش مشاكل. بص all money، كل النقود is at home، بتكون في المنزل. I ate all food، انا اكلت كل الطعام. food كلمة غير معدود مفرد، money كلمة غير معدود مفرد، او كلمات جمع. all people، كل الناس الفعل جمع اهو، are arriving بتكون بتوصل. she bought all clothes، معدود جمع هو او كلمة جمع او اسم جمع اهو. فمثلا كمثال احنا جينا قلنا لك كلمة زي people اللي هي معناها الناس، وكلمة مثلا زي news اللي هي الاخبار. ممكن اقول all تمام news is true، كل الاخبار بتكون صحيحة. فانا عملت ايه؟ استخدمت all وجبت معاها نيوز اللي هو الغير معدود المفرد، لازم غير معدود مفرد، فلازم بيبقى الفعل مفرد اهو، ما قلتش ار قلت از، وبعد كده كملت الجملة. او all people تمام ار، كل الناس بتكون، او يعني زي ما بنقول كده all people are here، كل الناس بتكون هنا. ف او ان انا اقول all وبعد كده الاسم الجمع وبعد كده الفعل بيكون برضو جمع اهو بالمنظر ده، هنا الفعل مفرد علشان نيوز، هنا الفعل جمع علشان people. فعشان كده بنقول لك دايما وانت بتستخدم all لازم تمام الفعل اللي انت هتستخدمه يطابق الاسم، يكون زيه مفرد يبقى مفرد زيه زي كده all news is، جمع يبقى جمع زيه all people are بالمنظر ده او بالطريقة دي. طب ايه كمان عايزينه جوه all؟ نقول لسيادتك ان ممكن all يكون ليها نفي زي none of، none of لا يوجد مفيش، دي بيكون الاسم بتاعها جمع بس الفعل بتاعها مفرد. خد بالك عشان هنا لا يطابق، يعني ايه لا يطابق؟ يعني حضرتك الفعل هنا مجاز زي الاسم، هتجيب انت في اسم جمع عادي اهو مفيش مشاكل، بس الفعل بتاعه يكون مفرد. يعني انا جيت مثلا قلت لك ده مفيش طلبة جت الفصل، none of بالمنظر ده او بالشكل ده، none of students، لازم تجيب الكلمة جمع تمام arrives at class، يبقى انا جبت الاسم الجمع تمام بس الفعل كان مفرد بالمنظر ده او بالطريقة اللي قدام حضرتك دي كده مع none of كده. ده النفي بتاع all يعتبر، او بنعتبره احنا النفي بتاع all. وممكن تستخدمهم مع الضمائر بتاعت المفعول الجمع، none of you ولا واحد منكم، none of them ولا واحد منهم، none of us ولا واحد مننا. هنا of على فكرة لازم تكون موجودة لو هتستخدم الضمائر، هنا of لازم تكون موجودة تمام. none of them is here، برضو حتى لو انت بتستخدم none of you او none of them لازم برضو الفعل يكون مفرد زي ما انت شايف كده. مثلا
none of us ولا واحد مننا ولا واحد مننا has money يمتلك فلوس. مفيش حد معانا معاه فينا فلوس. فحتى لو قلت none of them او none of us فانت برضو لازم تحافظ على ان الفعل يكون مفرد. يعني احنا ممكن نقول هنا كده لازم الفعل يكون مفرد برضو مع الضمائر اللي هنا زي ما هو كان مفرد مع الاسم اللي هنا. كده كده الفعل بيكون مفرد، ده كلام منتهي والفعل هو مفرد فقط. طب دي كده بالنسبة لنا all. بس خد بالك بقى من الملحوظات الخبيثة دي اللي مش محتاجة قواعد. اللي هنقوله لك ده دلوقتي مش محتاج قواعد خالص. ليه؟ لأنها تعبيرات ثابتة في الإنجليزي، الإنجليزي عملها كده. هنا كلمة all معناها طوال، طوال تمام، للمدة بمعنى all life طوال الحياة، all day طوال اليوم، all year طوال السنة، all the time طوال الوقت، all the way طول الطريق أو طوال الطريق. هنا all معناها طوال مش معناها كل أو جميع. فنستنتج من هنا إن إحنا لو حطينا مثال كده سريعا أهو all، وحطيت مثلا كلمة غير معدود مفرد all information كل المعلومات was important كانت مهمة. أنا هنا كده صح؟ ليه؟ علشان all بيجي معها غير معدود مفرد، والغير معدود المفرد الفعل بتاعه مفرد بالمنظر ده. أو all clothes كل الملابس are تمام not clean كل الملابس مش نظيفة، أو كل جميع الملابس ليست نظيفة. all ممكن تيجي مع الاسم الجمع ويكون الفعل زيه جمع ما فيش مشاكل بالمنظر ده أو بالطريقة دي. ما تنساش كمان إن احنا ممكن نقول none of اللي هي معناها ما فيش بس بعدها الاسم جمع none of boys ولا واحد من الأولاد، ولا واحد من الأولاد calls me بيتصل بيا. الاسم جمع المفروض ان يعني الطبيعي في الانجليزي ان الفعل يبقى جمع زيه، لا هيبقى هنا الفعل المفرد بالمنظر اللي قدامك ده كده. او ان انت تستخدم الاشكال الثابته زي all day طوال اليوم. يعني مثلا جيت قلت لك كمثال كده I am تمام studying انا اذاكر all day طوال اليوم. هنا all معناها طوال مش صفة تجزئة معناها جميع او معناها كل. دي all. تمام. طب نشوفها كده من الجزء اللي كان عندنا جوه يونت 5 من المخطط بتاع القواعد او الجرامر اللي احنا بنشتغل عليه في الملزمة بتاعتنا. تمام. يونت 5 بعنوان الفاظ التوزيع او اللي هي الديستريبيوتيفز اللي قلنا عليه. اول واحدة خالص all اللي هي عندنا بالمنظر ده معناها كل او جميع، لثلاثة او لاكتر من ثلاثة، يعني تبدأ من اول ثلاثة وانت طالع واربعة وعشرة ومليون ولغاية لا نهاية. الاسم اللي بعدها ممكن لا يعد، اسم لا يعد مفرد فيبقى الفعل مفرد معه. الاسم ممكن يكون جمع فيبقى الفعل جمع معه. ما تنساش بقى الفعل مفرد ازاي والفعل جمع ازاي. تمام. غير كده عند سيادتك او عند حضرتك كلمة تانية او كلمة جديدة بمعنى ايه؟ half الكلمة اللي معناها نصف او الكلمة اللي معناها نص. half معناها بالظبط 50% من العدد اللي عندك او الكمية اللي عندك سواء كان عدد او سواء كان كمية. يعني مثلا 10 النص 5، 100 النص 50، 20 النص 10، او كمية كيلو يبقى نص الكيلو ده، متر يبقى نص المتر ده، لتر يبقى نص اللتر ده، ساعة من الزمن يبقى نص الساعة دي، وهكذا. نصف للعدد وللكمية. طب يا هاف انت بقى مشكلتك ايه؟ هاف ردت وقالت انا زي اول بالظبط، لازم يبقى معايا اسم مفرد فيبقى الفعل بتاعه مفرد، او الاسم جمع فيبقى الفعل بتاعه جمع. بس خد بالك الاسم لازم يكون لا يعد برضو غير معدود مفرد بالمنظر ده. يعني برضو كلمة money وكلمة news وكلمة information وكلمة peace وكلمة war مفيش مشاكل. half people نص الناس كلمة جمع فالفعل بتاعها جمع. half cake غير معدود مفرد. half children الكلمة جمع. half chocolate الكلمة غير معدود مفرد.